أصدقائي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الطوبة دخلت لي هاد الصباح لهاد المكان اللي أنا فيه، لاحظتها بواحد السرعة الحمد لله، مازال ما دارتش خسائر، ودرت لها هاد النشبة هاد المصيدة وشديتها. هنا الأمر بسيط، هنا الأمر عادي. شنو وقع؟ طوبة دخلت للدار، درتي ليها النشبة شديتيها صافي مات. ولكن اللي غريب في الأمر أنها منين جات؟ لأن المكان اللي فيه أنا الطابق الثاني السفلي، الطابق الأول الطابق الثاني، والطابق الثاني يعني إلا دخلت من الباب ديال الدار خاصة تسبق السفلي ولا تسبق الطابق الأول هو الأول تدخل ليهم. مزيان، إذن بقى احتمال واحد، والاحتمال يكون 100% صحيح من دخلات هو من القرقارة حشاكم ديال المرحاض. هذا الاحتمال الوارد 100%. لذلك خذوا الحذر ديالكم. هذاك اسمه ديال البيت الماء، هذاك المنفذ ديال البيت الماء سدوه، ديروا ليه شي حاجه باش تسد. انا ما سديتوش، ها النتيجه هذه. هذه الطوبه هذه كدير واحد الخسائر كثيره في الدار، كتخرب، كتخنز حشاكم الفراش، كتعود للمكان اللي فيه كتسمو، كتنقل معها البرغوت، وهذاك البرغوت اللي كتجيب فيه امراض خطيره كتكون في هذاك البرغوت، لان هي مسمومه وفيها امراض خطيره. الله يعافينا ويعافيكم. لهذا اخواني الاعزاء بغيت نشارككم هذه المشكله باش تاخذوا منها انتم الحذر، كونوا على بال، نغطيو القراقر، نراقبوا المنافذ اللي كانت شي ثقبه في الدار شي حاجه نسدوها. هذا الامر خطير ديال هذه الطوبه هذه، راه كتسبب في امراض خطيره جدا، ولا دخلت للبلاصه كتخنزها، وما اللي عنده حساسيه ما بقاش غادي عنده الطاقه ديال انه يجلس في هذيك المكان. اخواني اعتذر الى زعت شي واحد بهذا المشهد هذا، بغيت عين نشاركوا معكم باش ما تكونوش على غفله، تكونوا على بال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى عجبك الفيديو تقاسمه مع الاصدقاء ديالك باش حتى هما ياخذوا الحذر من هذه المصيبه هذه. شكرا والى اللقاء.